دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: أدن مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي: أدن مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. بعد وفاته سئلت: ماذا قال لك النبي؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة إني ميت الليلة. فبكت. فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. تقول السيدة عائشة: ثم قال النبي: أخرجوا من عندي في البيت. فقال: أدن مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: فعرفت أنه يخير. ودخل سيدنا جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقل رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت باب الذي يطل على الرجال في المسجد، أقول: مات رسول الله، مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمنة ويسره، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات؟ قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي واحتضنه وقال: وخليلاه، وخليلاه، وصفياه، وحبيباه، ونبياه. وقبل النبي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسقط السيف من يد عمر. يقول عمر: فخرجت فعرفت أنه قد مات. ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة فاطمة تقول: أطابت أنفسكم أن تحت التراب على وجه النبي، ووقفت تنعي النبي وتقول: يا أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ندعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ندعاه، إلى جبريل ندعاه. إخواني، أنا متأكد أن أعينكم ابتلت بالدموع
وقلوبكم اشتاقت لرؤية نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير. ولكن بحول الله وقوته موعدنا جميعا معه عليه الصلاة والسلام عند الحوض. فبادروا بالأعمال الصالحة لأنها هي سفينة النجاة، وهي السفينة الوحيدة التي بسببها سنلتقي على الحوض مع خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء إرسالها لغيرك، فلا تحرم نفسك وغيرك من الفائدة والأجر، ولينعم جميعا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا ووالدينا وأقاربنا والمسلمين جميعا الأحياء والأموات من أهل جنة النعيم، ومجاورين لنبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.